صباح الخير أحبائي وأعزائي. النهاردة يوم 27 من الشهر المبارك مسرة. في مثل هذا اليوم المبارك استشهد القديس بنيامين وأودوكسيا أخته. ولد هذان القديسان في شبشير قرية بمركز منوف محافظة المنوفية من أبوين مسيحيين محبين للغرباء، فربيهما تربية مسيحية. ولما كبر بنيامين اشتاق أن يستشهد على اسم السيد المسيح، فذهب إلى شطنوف واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح، فعذبه كثيرا ثم أودعه في السجن. فلما علم والداه عرفوا وأخته أبوه أخته راحوا قعدوا يبكوا إليه، ولكن هو قعد يعزيهم وعرفهم إن العالم ده هيزول ومفيش حاجة غير حياة الدهر اللي لا نهاية لها مع الرب يسوع المسيح. فلما سمعت منه أخته ذلك له قالت: حي هو الرب، إني لا أفارقك حتى نموت معا. أخذهم الوالي في مكان مظلم لمدة 20 يوم، وبعد كده خرجهم وعلقهم علق في رقبتهم حجارة تقيلة ورماهم في البحر. ولكن جه ملاك الرب وحل الحجارة دي من رقابيهم، وفضلوا يعوموا على وجه المية إلى إن وصلوا مكان اسمه بترا. لقيتهم فتاة عذراء وأنقذتهم، ولكن هم رجعوا إلى الوالي واعترفوا بالمسيح، فأمر بقطع رأسهم، فنال إكليل الشهادة، وبنوا المؤمنون لهم كنيسة في بلدهم شنشور. صلواتهم تكون معنا، آمين. وأيضا في مثل هذا اليوم المقدس استشهاد القديسة مريم الأرمنية. في مثل هذا اليوم استشهدت القديسة مريم الأرمنية، كانت أسيرة عند أحد جنود الظاهر بيبرس، فطلب منها أن تجحد إيمانها بالسيد المسيح، فلم تقبل وفضل يقوم بتعذيبها. المهم زي ما قلنا إن هي كانت أسيرة عند رجل من جنود الملك الظاهر بيبرس سلطان مصر. عرض عليها الجندي ده إنها تجحد إيمانها بالمسيح، ولكن هي ما رضيتش ورفضت رفض تام واعترفت بأنها مسيحية. عذبها عذاب شديد قوي، وكان الرب يقويها ويعزيها. ولما اتخنق من عذابها واتضايق عرض أمرها على السلطان الظاهر بيبرس، وجابها الظاهر بيبرس وعرض عليها إنها تترك إيمانها بالمسيح وتجحده، ولكن ما سمعتش كلامه، صممت على اعترافها بإيمانها المسيحي. وأمر السلطان بيبرس بحرقها في حفرة عند باب زويلة. وفي أثناء إلقائها في الحفرة كانت بتقول: حسنا يا مولانا السلطان، أن ألقي نفسي بين يدي سيدي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. وبسرعة ألقت نفسها في الحفرة ونالت إكليل الشهادة بركة صلواتها. فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم، أمين. صلواتها تكون معنا دايما، أمين. شكرا أحبائي وأعزائي، لكم مني كل الحب والتقدير. ولو عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة. سلام لكم جميعا.